الحكي اللي عم تحكي؟ أجل المزاد؟ أنا هيك فهمت، ولحتى أتأكد اتصلت بهذا المعجزة تبعك عادي، فأكد لي الخبرية. هذا أكيد وفيق له أصبع بالموضوع، أكيد هو محركش لحتى تأجل المزاد، رايدي وصلنا رسالة يفهمنا إنه أنا موجود. ودريت لك كمان إنه وفيق فايت بتقل كبير. إيه لا تخاف من تقله لوفيق، يعني قد ما فات بتقل ما رح يكون أتقل مني. ولمعلوماتك فايت مع واحد مليان كتير وفايتين هن اثنين يا قاتل يا مقتول. ها استاذ شو بدي اقول لك، فعلا الواحد لازم ما يتحرك بدون ما يستشير محامي. يا اخي فعلا هي مسألة كتير ضرورية، يعني مثل ما بيقولوا عصب حياة بالمسائل القانونية. انتم يعني بلا مؤاخذة في البعض بيستخسر يدفع 300 ليرة استشارة بيقوم بيندق بكذا مليون ليرة. يا دول البعض لا تؤاخذني بهالكلمة، على فكرة اغبياء، يعني ما بيصير، يعني هي مسألة من بدهيات المسائل القانونية. ايه استاذ ما قلت لي شو هي اتعابكم؟ حقيقة يعني ما في شيء محرز يا استاذ امجد. ايه لا استاذ ما بيصير بنوبة الحكي، تعبتك معي وهلكتك وحرقت لك الفوسفور اللي بمخك وتنشنت لك اعصابك وانت عم تنظم لي هالوصل وبعدين هيك ببلاش، ما بيصير، انا ما ببال على حالي. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. ايه قول قول ولا تستحي. حاجتك 10,000 ليرة. طيب انت مأمن لحمزة؟ شوفي انا السوق علمني ما أمن لحدا بنوم. بس شو بدي اقول لك، يعني انا ما رح خليه يفوت بالمزاد قبل ما يوقع لي. وإذا ما وقع لك؟ يعني ما يوقع لي، بده يوقع لي، اصلا هو ما بحبني هيك اظهر تحت الاضواء، متأكد. طيب وإذا حب انه يظهرك؟ خلينا نتأكد، رح أتأكد. الو تستاهل بوسه على الخبريه يا حبيبي. بوسه وبس يا سيدي، وحبه مسك شرفيني من ايد مانع دمان اللي بس معدودين. ولو معقوله ما عدل لك يوم مصروف ولا انا حبيب قلبي. يلا انا بستاذن، واي خدمه بتلزمك انا يلي جاهز. تسلم لي، ليش ما بعرف قلبك حنون. مع السلامه روحي، مصروف الهنا حبيب قلبي. طمني معلم. مش الحال، خلص أجلت المزاد يومين وبدي شوف من بعده شو رح يعمل أمجد أفندي. معلم أهلين. أهلين حسام، بخير، شو جابك لهون أنت؟ ما في شي، بس جاي إلا المزاد تأجل يومين. شو هالحكي؟ وليش تأجل يومين المزاد؟ ما بعرف، بس بعتقد يعني وفيق ورا القصة. العمى وفيق ورا القصة؟ أنا الفار بلش يلعب بيعبي دخلك، ليش ممكن يكون وفيق ورا القصة؟ أنت هديك المرة ما أجلت المزاد؟ إيه على الأغلب حب يرد لك إياها. ما في غير هالحل مزبوط، طلع معي لألك طلع. أهلاً وسهلاً سياب ونازل أمرك. سيد حسام؟ نعم أنا سيد. سري لوين؟ هدوء وقفوا شوي لهدوء. حي الله، وين أخذين مين؟ عارفه لا بلغي السيد وفيق خلي يسلم حاله لحاله فورا. هذا سياده المعزب استاذ امجد. في جماعه بدهم استاذ وفيق، خليه يطلع لبرا. تفضل استاذ وفيق. على مهلك دامي، مش دامي لحالي انا معتبر. ها دامي صحيح دفعت كثير حق الاستشاره، بس الحمد لله نفذتني من البهدلة. مسكين حسام خطي. شو الأمر الإداري؟ ليش إعلان المناقصة؟ ما زال أبو خليل موظف عنا هون وكل سنة بيستلم البوفيه، يعني ليش هالزيطة والزنبليطة؟ هيك القوانين يا عدنان. بعدين بسلامة معرفتك، المدير العام شو طالع بإيده غير الشغلة؟ طيب أبو خليل هلأ شو بده يساوي؟ مثل كل سنة بيجيب قرايبينه بيتقدموا على المناقصة، بيقدموا أرخص الأسعار، بتقوم ترسى عليه. يا حبيبي تاري الشغلة إلى أهلك. إلك بعدين مالك علي يمين، كل سنة بهالأيام بتعن على بالي اتقدم للمناقصة واستلم هالبوفيه. تستلم البوفيه؟ آخ شو بدك تسوي بهالبوفيه؟ لك شباب
بتعرف انه ابو خليل عظامه من ذهب من وراها؟ ابو خليل؟ ابو خليل ليش في عظام؟ ايه لك عظمه ذهب. ولازم تعرف انه شريك المي ما بيخسر. امر عم يقول لك جيب له مي. يا روان ايه وبعدين؟ وبعدين يعني حسين بدي منك انا يعني كالعاده مثل كل سنه بس تقولي على اسماء المنافسين النازلين معي بالمزوده. تكرم عينك ونخل بس على العلم انا كثير زعلان منك. لا يا استاذ حسين، انت زعلان مني من شو؟ بصراحه خايف اطلع مثل السنه الماضيه بلوشي، ايد من ورا وايد من قدام. اخس اخس يا استاذ حسين، انت كنت تطلع بلوشي. انا امتى طلعت بلوشي؟ لك ابو الخل خلي الطابق مستور، ها لا تخلينا نفضحه ودافنينه سوا. يا اخي ماني طالع من هون غير لاعرف انا انه انا امتى قصرت معك. عود ولا فهمك. عد على اصابيعك. هات لنشوف. يعني ما عم تدخل مخي بنوب بنوب. لك هيك عمل معك وبكل وقاحه. مين دعمه ها؟ اخوه. مين يكون دعمه يعني؟ ايه لو بتعرف شو؟ تكت سمنه وزيت اخذته له اياهم السنه الماضيه لما رست عليه المزاوده، او شو ما استفاد منهم؟ اخذته لحماته. الحمى اللي تحمه حم هو وحماته. هلا شو ناوي تساوي؟ بدي لاقي لي قرنه اقعد فيها. شو بدي اساوي يعني؟ انت قاعد ما في ولا شيء بيسعك بالبيت كله. زحلك البحر لهون ما بتنزل. تعال نقعد ناحي البحر. كل مره بتشنططنا انت. شري. يعني انت كنجه شو ناوي تساوي هالسنه؟ ما يعرفان شو بدي اساوي عدنان، ما يعرفان. لك انا هذا حسين متحطط علي ومالي غيره. اخ بس لو مو دعمه اخوك. المهم بدي افهم منك، يعني انت قديش مرابحه؟ يا حزرتي ما في مرابح، من طالع المصرفه. لك يعني قد ايه؟ اذا قلت لك ما بتقول لحدا. لا اعطيني اذنك. لا لا الله لا، هي شبعك. استور علي. الله يستر عليك يا اخي، استور علي. طيب انا بشو بقسم بخدمك؟ هات فهمني لشو. اخي تدبر لي واحد من طرفك يدخل بدالي بالمزاوده. من طرفي؟ ما اللي معارفي كلياتهم فلسين مثل حكايتي. ما خليتني اكفي، هو يدخل بدالي بالاسم وانا بدفع بداله المصاري. طيب اذا قلت لك شغلي ما بتقولها لحدا؟ ما بقول لحدا. لا لك واجهه. لك ايه واجهه، يعني بده يقدم الطلب بيقدم المزاوده والسلفه وبس يطلع اسمه بينجح ابو خليل بيستلم عنه. وقديش بده يطلع له هذا اللي بده يعمل الواجهه؟ عم يقول ابو خليل انه بيعطيه 20,000 ليره. واكيد ابو خليل كان عم يقنعك مشان انت تكون الواجهه. لك شو جد بقى انت؟ ليش هيك مسكر مخك على الاخير؟ انا موظف ما بيحق لي. انا لو بيحق لي كنا غنينا لولد ولدنا، كنت خليتك توفري بالعمله توفره. حبيبي انت قررت تساعده لابو خليل؟ ابو خليل لازم ساعده حبيبتي. مين خرج هيك نسلمه هالشغله ويطالع له 20,000 ورقه بظرف يومين؟ شغلي لي مخك. مين؟ مين يا للوش؟ مين يا للوش؟ لك ايه جوزي انا بقنعه، عوض ما يروح يسند لي حيطان القهاوي ويدفع مصاري يقعد ينطر المزاوده مشان يطلع له 20,000. بتحكي عن جد وفاء؟ لك انا عن مزح، رح خليه يشتري لك مانتو كثير تقيل تقيل حلوان المصاري اللي حيطلعوا له. رح اتصل بعدنان. لا سكري. شو تتصلي بعدنان؟ غيرتي رايك؟ لك جدبه بهيك مناسبات مشان مزاوده او مناقصه بيراقبوا الخطط. هاي احلى بوس احلى عدنان. يا سيدي انا ما راح انسالك الخدمه ابدا، ولك علي كل يومين. لا مو كل يومين، كل يوم مشروبين ببلاش طول السنه. ماشي الحال، انت بدي اجمعك فيه انا. خير البر عاجله، اليوم المساء. اخي بس مثل ما اتفقنا، اول ما تنجح بدك تطق له 20,000 ليره وفوق حبه بركه 5,000 من عندي. لا 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 ما بدنا يطمع فينا. لك اخي هو من طرفك؟ بلا انا بدي اعلي مقدارك عندي. معناته اعطيني بوسه. بلا شرف شرف. يعني ما رح تقول له لجوزها لوفاء انه المبلغ صار 25,000 ليره؟ لك شو بدك انا نطلع من مول بلا حموض؟ ما نلحس اصبعتنا. يحرق حريشك، بتعرف مو قليل مخك تجاري. مخي تجاري؟ دائما بتنسي انه البكالوريا تبعي تجاريه. ومين اطلع عند وفاء؟ قلي لها انه هي وجوزها معلومه المساء على قطايف عصافيري. اوام اوام نطي. هي العظمه 5,000 ليره. شغلي. معقول يطلع منه ماري؟ هلا كنجو يا عدنان.
سليمان. أيوة دقيقة، افتح لك البابين. افتح يا سبسم. مين هالطراقي وضل طاحش؟ لا اعتذر ولا حكى. أول مرة بشوفه بالحارة. بس منين بيحكوا لعدنان؟ أهلين جارتنا، أهلين كري، تفضلي تفضلي. شو القصة؟ شو الرواية؟ بلش الفاري يلعب بعبي، قال يا خبر اليوم بفلوس بكره ببلاش. خلوني اغلوها عقدون وجيبون للأطراف. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا كريم، ابو خليل، كنجو اهلا وسهلا فيك. ابو خليل يا ريت بالمشرمحي تشرح له لجارنا وحبيب قلبنا شلون القصة. يعني انا ما بعرف منين بدي ابدا، بس بقى اخي بالمختصر المفيد، انت بتقدم طلب مشان مزاودة وبتدفع رسم الاشتراك 50,000 ليرة وبتحضر اجتماع تبع المزاودة. انا من كل اللي قلته ما بقدر احضر غير المزاد، بعدين جاري الاستاذ عدنان مو هيك قال لي، وبعدين يكون بعلمك يا اخي انا لو معي 50,000 ورقه كنت اشتغلت فيهم مشروع تاني غير المشروع هذا بنوب بنوب. لك طول بالك شبك كري، كم مره بدي فهمك يا اخي؟ انت بالنسبه لك خيال مآتة، اما الممول الرئيسي هو الدب قدامك ابو خليل. اخي هاي 50,000 ليرة هدول بتدفعهم ديوان مؤسسة تبعنا، وهي الطلب بتجلي توقيعها علي شرف، وهي 500 ليرة بتفقصها بجيبك لهدول، مو هدول 500، وهي 500 ليرة بتفقص ليها بجيب رئيس الديوان، الله لا يكسبه الله لا يوفقه شاب طماع شرف، وهي 200 ليرة مشان الروحة والجاية. يا سلام حكم، شلوني مع بجار؟ هي أفهمتني ومثل ما بتكون، بس بصراحة ما حكينا بالمفيد. أخي هو المفيد بس ما ترسى عليك المزاودة إلك 25,000 على الزلال، شو رأيك؟ 25,000؟ قصده 20,000، مو هيك حكينا؟ مو هيك اتفقنا شبك كنجو؟ 20؟ يلا يلا. هاي حلوان أول عمل تجاري، إن شاء الله آية الرزق. دقني هالأطراد أنا معقدتهم. لك أنا قلت لك عشان قلت له إله، لأنه مرته طلبت 5 مشان تطبقوا. إلى مرته لمرته! يا سيدي لا تتعبني ولا بدك تحرق المزاد مثل كل مرة. إذا عم تسألني؟ إيه إذا؟ تاخذ 5,000 وتخلي. أخي أنا أعطوني 15 لأتيسر، يا أما رح أحط راسي بين الروس وقول يا قطع الروس. مرحبا شباب. أهلا وسهلا. شلونكم؟ سهلين. أخي الوقفة هون ممنوعة لأنه الأستاذ حسين بن قرق بالوقفة هون، وإذا انقرب عود طلباتكم ما بتوافقها الحقوني. شرفوا شرفوا. تفضل. شباب استنوني هون استنوني. طيب قولوا لي شو قررتوا؟ بالاول ما بدنا نعرف كم طلب مسجل لحد هلا. يا سيدي شو بتحب ضيفكم؟ 3 شهر. ولا اقول لك يا اخ شلون شغلي؟ شلون شغلكم فيه معه؟ يا حويلة التعب والمصاري، الحالة عدم، كله روح على الفاضي. ليش؟ على حد علمي بهداك المزاد. ايه قتلت حالك، حطيت سعر، حرقتنا فيه كلنا. كنت حمار؟ قصدي كان معي على قلبي، ايش قلت لحالي؟ هالمصاري اللي حطيتها بطلعها، بس حساب الكرايه ما اجى على حساب السرايا. ما فهمت عليه. دقيقة وحدة بس جيب لكم شوي بعدين بشرح لكم. هاي خفيفة كثير تفوت لعنده. بس يا استاذ عدنان انا ما بعرف ليش خايف. لك شو خايف؟ لو عرف انا هيك بتخاف كنت جبت ابسعيد ابعدنا. يعني فوتي ما فيها مسؤولية؟ لا فيها مسؤولية ولا ضرب السخن، خلاص فوت فوت انت لجوا وشكلس الأمور. إذا كان هيك شو عارف؟ يلا فوت. وسمعت لكم كمان إنه هالسنة بده يستثمرها بالعمال المدير العام. شو هالحكي؟ شو عم يضحكوا علينا؟ لك ليش عم يدقني إعلان؟ سألته المدير العام بالخصوص وقام جاوبني وقال لي يا ابو خليل هيك الاصول. عمي انا ما بدي ضيع وقتي مثل كل سنه،
لروح شوف لي رزقه ثاني بغير قرني. وسمحت لكم انه اللجنه النقابيه تبع المؤسسه بدها تحط الصينيه اسعار تعجيزيه للمشروبات. يعني اقل من التسعيره تبعك؟ اه. وبتعرفوا شو عم بيقولوا بالمؤسسه؟ شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا قالوا شركه المي ما بيخسر. صدقوني يا جماعه، صدقوني انه خسرت هالسنه ما بتتعوض. لك ماني مصدق ما تيجي واحد يستلم مداري هالبوفيه. بس احنا سمعانين غير هيك. ايه على السبب. ليش؟ مشان تيجي بداري تخوزا. لك معقول لك اتخوزا انا لحالي؟ اعوذ بالله، شو عم تحكي يا رجل؟ طول بالك حسين، اخذها اخذها كلها فنجان قهوه ولو شبنا. والله فوتني بالحيط، نسيتني. شو شربك شاي لما قهوه؟ لك يا سيدي كل اللي بيجي منا خير وبركه. هلا رح اطلب لك فنجان قهوه من عند ابو خليل، شوف لي اياه بيعرف يسوي قهوه. شو رايك تشكي الموضوع هلا شوي لبكره مره ثانيه بيجي ان شاء الله وبشي. ما بيصير. ابو خليل شو صار بالقهوه؟ صار لي ساعه طالبتها. تكرم عينك انسحة، تكرم عينك. ثواني بتكون عندك. بسرعه لا تطول. حاضر. شايفين هلا هي اجت لهون؟ يا جماعه مالكوا على يمين، الك اليوم 40 فنجان قهوه لحالها. لك لحالها وكله ببلاش، هي سبب خسارتي اساسا. شو وين شباب؟ هي اللي بيسمع منك هالحكي له نفس يقدم على الطلب. خاطرك. لك يا زلمه ما يخلصوا من اول منافسين. ها هيك. الو. اه ايه هو 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 بكون عندك. استاذ حسين عشو بدك تنبهني؟ بدي نبهك على شغله مهمه كتير. وشو هي؟ شايف هذا المستلم عنا البوفيه؟ اصحك تسمع منه كلمه، بجوز ينفرد فيك ويقول لك انه عم اخسر بالبوفيه، عم حط فوقي وتحتي. لا تصدقوا، عم يطالع قد راتب مدير عام بالشهر بثلاث مرات. يا لطيف، كل هالقد شغال البوفيه عندكم بالمؤسسه؟ شبدا سيد كريم، اكل والشرب بيبطل. لا والله. يا سيدي اول شيء بتقدم لي طلب وعليه طابق. هي بسيطة. شو عم يحكوا علي؟ اه ما بتجيبوا سيرتك الا بالمنيح. هذا الاصول. وبتجيب لي معك ورقة انك غير موظف. انا اللي بجيبها وقدم لك اياها. يا عيني. اهلا وسهلا. اهلا يا ابو خليل. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. تفضل استاذ حسين. يسلموا يا اخ. نعم شو الخبر؟ عمل حاله ما بيعرفني. حبيبي ليش هيك عمل كريم؟ لك معنية هاي اصول اللعب يعمل هيك، لانه لو سلم عليه كان كشف حسين. حسين ما له غشي. مزبوط. المهم انت فهمتوا لابو خليل القصه؟ لك جمعت اثنين ببعض، وانا معلم اكثر من اثنين، جمعتهم ببعضهم وتفاهموا على 24 ايره. حبيبي انت بده يبدا المزاد. المزاد المزاد بده يبدا بعد بكره، بعد بكره. الاثنين قالوا لي اذا زبطت الامور بده يعطوني راتب قد شهرين. الحمد لله، يعني ابو خليل رضي يعطيك اتعابك. لكن بصر معي، قصدي مو على كيفه، الشغلة مو على كيفه. بنوب نوب بده يعطيني، وقال لي انه امورك كلياتها محلولة، بس وقعني على ورقة صغيرة وهذا حقه. على شو وقعها؟ وقعني على وصل تبع 50,000 ليرة اللي اخذهم كريم مشان يدخل بالمزاد. يلا سيدي كل الراجعين له لابو خليل. لك يا ستي ان كان ابو خليل ولا كريم، يعني ابو خليل كريم الاثنين حبايبنا. الف فيها ويلك. مو هيك مو هيك مو. يلا ماشي بحالك. ايه اخي استاذ عدنان طمني، شو الاخبار؟ الاخبار علمي علمك، المزايده شغاله وعلى 24 ايراد وحسب الاصول. عرفت لي كم واحد تقدم لها؟ اللي تقدم. انا سالته لحسين نفس السؤال، قام قال لي هذا سر من اسرار المصلحه. بس بتشارطوني شرط انه ما في غير ابو خليل بده ينجح، نفسه بده ينجح هالسنه. بتشارطوني؟ شو عرفك؟ لك شو عرفني؟ مبينه الشغله واضحه مثل عين الشمس. تشارطني؟ ايه فخار يكسر بعضه، ان شاء الله بيسلم ابو خليل شلون ما كان، يعني اخذي وش عليه. لك ايه اللي بنعرفه احسن نتعرف عليه. يلا لفوها منيح، مو ظابط لفها. يلا تعي. بشري كم بارح جوزي كريم ما نام طول الليل من فرحته. ايه طبعا ما بده ينام، واحد على البارد المستريح رح يقبض 20,000 ليره، شلون بده ينام؟ لك شو اسمنا جيران لينا؟ شبنا؟ لك ليك ما عرفتي جوزك شو بده يساوي بالمصاري؟ اضرب عليه، بده يرمم البيت وبالباقي بده يشتري لي فيه اسواره. اه هلا فهمت شلون عرفتي انه جوزك ما نام. شلون؟ اكيد انت كمان كنتي قلقانه عم تفكري بالاسواره اللي بده يجيب لك اياها. غاري تدور فيها الارض. ألف مبروك يا أستاذ كريم، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أبو خليل، الله يبارك فيك. إيه يا أبو خليل،
شايف لك عم تمغمط الموضوع، مد ايدك على عبك خلي الله يحبك. لك يا الله ما بقدر، ما بقدر بعطيها الله، ما لك شايف عيون علينا 10 10. انا من رايي اجي الموضوع لبكره. لا ما بصير حكي، انا وعدتك وعد الحردين، وقلت لك بعد نجد نتيجه المزاوده راح اعطيك مصرياتك. بس انت مثل ما قلت خلي الموضوع برا. حكي بتعرف الاستاذ حسين قد ايش ساعدنا؟ ها ليكو تفرج عم طلع علينا. ما بدك تسلم ولدك ايشان؟ طبعا حسب الاصول، حسب الاصول. شو سيد كريم شايفك عم تتفقد شغلك الجديد؟ برصار روح برصار. لا لا استاذ، بس انا كنت عم بعمل جرد لمحتويات اللي فيه. حكيم مثل ما بتعرف بين ليله وضحاها بجوز تغير كل شيء، وبعدين ساعتها لحه يا زلمه لحه. ايه جري على اساس هيك. يا سيدي معك حق، ما بلومك بلوم. شو رايك يا سيد عدنان تساعده للسيد كريم بجرد محتويات البوفيه؟ ايه بجرد. انا كنت اصلا انا قاعد عم بقول لك عندي كشف هون تاخده من عندي. شرف استاذ شرف. اصلا هيك الاصول والا بتنكشف الامور. شايفوا هذا كريم لعنه مكبرتي. اصلا بيقول المثل لا تاخذ الرفس الماكنه الا من هيك جحش ضعيف. عيونا لو زينيك حبتك من قلبي يا قلبي، انت عيناي حبتك من قلبي يا ايه انت عيناي. ايوه خدي من ايدي، ما بدي اخذ من وقتك. لانه شو ها 50,000 ليره تبع صاحبكم ابو خليل باي. لك شو في وفاء خدي ما بشيل روحي. معقول اللي عمله جوزك جارتنا؟ تصطفل منك له. ماشي انا بورجي. لينا لينا. ايه بلا بلا وعم علينا. شو القصة؟ لك صحيح شو قصة 50,000 ليرة اللي جابتهم وفاة بعد ابو خليل لكم بالجيبة؟ قلبي حاسسني وقت ما حكيت معي على الباب وردت هيك جواب. شو ما رست المزاودة؟ رست على ابو بريس، قام ما صدق حاله الرجال ونسي الاتفاق اللي بيناتنا وقلعوا لابو خليل. يو وشو صار بابو خليل؟ ابو خليل تركت الرافعة ناح المؤسسة عم تسحبوا عصيان فخده ما عم يطلع من الباب، قاموا علقوا له سيرون. بس بدي اعرف هالجماعة من وين جابوا المصاري؟ بعرفهم منتوفين ما حيلتهم قرش. متفق هو ورئيس الديوان. مع حسين؟ لك ايه طلع شراكة هو وحسين. اتنين باتنين صار منهم حكاية، اتنين طاروا بشبحين واتنين حلمون هنداية. اتنين صار منهم حكاية، اتنين طاروا بشبحين واتنين حلمون هنداية. احلى صباح.